عواطف أبشويشة سعد، رئيس اتحاد الليبي رياض النسائي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ونائب رئيس لجنة كرة الطائرة النسائية بالاتحاد العربي، عضو رابطة رياضية للمرأة العربية بجامعة الدول العربية. طبعا احنا في المجال الرياضي، انا من يعني من صغري ان احنا الرياضه بحد ذاتها، يعني اني كانت رغبتي من يوم صرت اني نمارس الرياضه، اللي وصلني لهذا ان عندنا طموح وعندنا اصرار ان احنا نكونوا في المجال الرياضي. طبعا انا كعواطف بشويشه، انا احدى مؤسسين منتخب ليبيا لكره القدم النسائيه، بدوري كنت لاعبه في سنه 97. أنا فخورة جداً أني إحنا أني من ضمن أعضاء المنتخب الليبي لكرة القدم النسائية اللي تم تأسيسها في سنة 97 بفضل الله وبفضل الاتحاد الليبي رياضي النسائي. أنا ذاك لما كنت أنا طبعاً لاعبة ما كنتش رئيس اتحاد، فنحيي من خلال هذا الأستاذة سعاد الشيماني، هي كانت لها دور كبير في دفع رياضة المرأة في ليبيا. لا أعتقد أن في تصور لرياضة المرأة أو للمرأة، أنا نعتبر نتكلم على مجال الرياضة، احنا في رياضة المرأة ما أعتقدش أن في، ممكن السنة هذه أو السنة اللي فاتت كان في مقترحات من جهات ذات الاختصاص بالرياضة. حاليا هيئة الشباب الرياضة كان لها دور في الدفع برياضة المرأة للأمام، لكن ما لديش رؤية واضحة لرياضة المرأة في ليبيا. نحتاج إلى دعم ونحتاج إلى، بالرغم عندنا طموحات وعندنا رائدات وعندنا رياضيات متميزات في جميع المجالات. نقول للمرأة الليبية بالذات في الرياضة، نعتبر إن هي نقولها انطلقي، كافحي، كوني قوية للوصول إلى الهدف. نتمنى من المرأة ان هي، احنا طبعا لما يقول لك عادات وتقاليد، احنا طلعنا من عادات والتقاليد الليبية بالذات، ان في زي محتشم لرياضة المرأة. نتمنى للمرأة ان هي تنهض بنفسها، ولا ما تستناش حد ان هو يقوم بالوقوف معها، ان هي تنهض نفسها بنفسها. يعني نتمنى اني باعتبار رئيس اتحاد رياضي نسائي، إن أحد أهداف الاتحاد هي الارتقاء برياضة المرأة في ليبيا. نتمنى أن يكون في أندية متخصصة لرياضة المرأة، أندية بجميع المرافق الرياضية. ما نتمناش تكون أندية نسائية صالات تخصيص فقط، يعني نتمنى تكون في أندية بجميع ربوع ليبيا متخصصة برياضة المرأة، وهذا مشروع إن شاء الله قايمين به مع وزارة الشباب والرياضة.